الأغلبية رافضة. لا تتشنج الله يحفظك، الأغلبية رافضة لطلب قفل باب النقاش. معالي الرئيسة، مع احترام، لحظة شوي أبو صالح، أنا مع احترامي الشديد إليش أنت رئيسة مجلس النواب وليس رئيسة النواب، يعني أنت مو رئيسة علينا، احنا مو موظفين هنا، احنا نواب لأن حق حالنا حالش، وأنا مو متشنج على أساس تقولين لي أن أنا قاعد أتشنج، هذا كلام واضح. أنا طلبت نقطة نظام قبل لا تجلس الورقة، والمفروض تعطيني حق الكلام ورد على أي شيء أبغيه، لأن هاي مساحة الحرية مفتوحة عندي معالي الرئيسة، مو مسموحة إليش ان انت تلغين او تتجاهلين نقطة نظامي. انا نايف النهاية حالي حالش. شنو الحين نقطة النظام؟ انت رئاسة مجلس النواب وليست رئيسة النواب، احنا نواب هنا، احنا مو موظفين. اشكرك على ان اعطيت الرئاسة الحق بانها تدير الجلسة، اذا طبق ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فليبدأ كل بذاته بان يمنح الرئاسة حقها في ادارة هذه الجلسة حفاظا على الوقت الذي نحن أقسمنا بأن نستفيد به ونستخدمه لصالح الوطن والمواطنين. اللي قاعد يصير يبي له درس، يعني كلكم تكلمتوا باقي واحد. لو سمحت تطلبون تطلبون وقف باب النقاش، شلون يعني فهموني شنو السبب؟ يعني ايش قاعدين يسوون؟ قاعدين نحط يعني عندك مداخلة ولا بس؟ عندي مداخلة، عندي مداخلة.